نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. تحية طيبة تصلكم من إذاعة الحياة فام على 90.3. اليوم الحقيقة قبل ما نبدأ حلقة اليوم، فما تونسي يشرف تونس ورفع راية تونس عاليا مثل ما رفعتها أنس جابر، اللي نوجه لها تحية، كيف ما رفعتها راية تونس عدة رياضات إلى آخره. اليوم عنا تونسي أخذ البري متاع أحسن باحث في الرياضيات في إفريقيا، أحسن عالم في الرياضيات في إفريقيا. معنا على الهواء مباشرة بروفيسور دكتور علي البقلوتي من جامعة صفاقس. بروفيسور علي، مساء الخير. مساء الخير سي طارق، ومساء الخير بحياة فام. هذا شرف كبير وهذا مش غريب عليكم، خاصة القناة متاعكم إحاطتها بالعلم وبالجامعة وبالعلماء، وهذا شيء يشرف برشا، وأنا راني معتز برشا اللي نتعدى معاكم وتعديت معاكم قبل على تصنيف جامعة صفاقس، وشرف لي كبير، ويعطيك الصحة وبارك الله فيك. إذن سي علي، احنا تربينا على كلمة قفل المعلم وأوفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وأنا أول مرة في استديو، معناتها عادة دي مع الكرسي، أنا أول مرة في استديو باش نقف لسيادتك، أنا باش نهبط على الكرسي وسأنحني احتراما لسيادتك سي علي. العفو. وذي بوكي النوار ذي ليك. العفو. هذي بوكي النوار ليك سي علي، أنت ما تنجمش تشوفنا توا، ولكن بعد تشوف بوكي النوار اللي حضرناه لك وباش نهديه لك، معناها على أمواج إذاعة حياة فام، تستاهل كل التقدير، شرفتنا سي علي، بارك الله فيك. وأنا باش نقدم، مش نكمل الربريك الصغيرة هذه معاك وأنا واقف من غير ما نستعمل الكرسي، لأنه هذي معناتها أقل شيء نجم نعملوه، باعتبار أنه سيادتك تعذر عليك باش تحضر معنا. إذا سي علي، وكان تحكي لنا على البري اللي سيادتك خذيته هذايا، معناتها أكيد جدا بعد مجهود كبير سيادتك قمت به في مجال البحث العلمي في الرياضيات. نعم، يعطيك الصحة مرة أخرى سي طارق، وشكرا على الاستضافة. هذا الجائزة المرموقة هي راجعة بالنظر للاتحاد الإفريقي للرياضيات، وتسند كل أربع سنوات لخبراء في الرياضيات استثنائيين في أعمالهم الذين يعملون في القارة الإفريقية. جائزة هذا العام عام 2020 هي تقدير للمسيرة المهنية اللي تعرفها أنت، نتصور عندك عليها علم شوية بحكم أنه توصلنا قبل. نعم. من غير ما نعرفه اللي احنا مش ناخده معناها الشرف هذا. نعم. واللي بدأت المسيرة هذه معناها تصور حصولي على الدكتوراه في جامعة ماسن فرنسية سنة 95، ثم تميزت إنتاجية علمية الحق مثمرة على مستوى عالي، وتوجد بمعناها وجود حلول لعدة نظريات، احنا نقولوا تخمينات بالفرنسية، اسمحوا لي السادة المستمعين باش نقولها بالفرنسية، ونقول لي كونجكتور، هما لي كونجكتور هذم هما نظريات تخمينات يدرجهم علماء ويبقوا معناها بدون حل إلى أن يأتي معنى الحل من طرف خبير من خبراء الرياضيات في العالم. الجائزة هذه كان نجم نلخصها معناها باش ما نطولش برشا، هي ترتكز على نقطتين كبار برشا. النقطة الأول هي ما يسمى هو الحل لتخمينة كوربين غريليف. كوربين هذا عالم أمريكي معناها من جامعة ماريلاند الأمريكية، وغريليف هو عالم من جامعة نيويورك الأمريكية. عملوا تخمينة تخص، اسمحوا لي في معناها تخص لي سوبيراتور ديفيرونسيال سور لي زيسباس هوموجين للبوتون، اللي هي بقات تقريبا مفتوحة أكثر من 30 عام، وطرقت لها أنا وأستاذ ياباني اسمه إيدي نوري فوجيوارا، وأستاذ آخر من لوكسمبورغ اللي يشغل في فرنسا الأستاذ جون لديك اللي نحييه من الهواء، ومزوز أساتذة متقاعدين الآن. ولكن الحل لقيناه العام هذا، وهو سينشر عن قريب جدا، الآن قبل للنشر في مجلة أمريكية معناها كبيرة برشا تابعة للجمعية الأمريكية للرياضيات. وتم الحل بالكامل لهذه التخمينة.
وكيف قمنا بحل آخر لتحمينا تقنين عطنا اللي هو في إطار النشر دواء اللي هي معناها في نفس معناها في نفس الإطار ولكن بظروف مختلفة وبمعطيات مختلفة. هذا معناها كان نحب نلخص هذا المعطى الأول. المعطى الثاني هو أنه معنا عملنا في جامعة صفاقس معناها بالمقارنة مع مخبر في جامعة طوكيو اليابانية على نظرية تسمى نظرية التشوهات الهندسية للمجموعات غير المستمرة والوحدات الطوبولوجية. هي هذه معناها النظرية هذه تنافسنا فيها كثير احنا ومخبر ياباني لأن كانت فيها معناها عدة أشياء غامضة غير مفهومة والحمد لله معناها توصلنا لتوضيحها ولكن مش وصلنا لغادي بركة. معناها بعد ما حلينا المشاكل هيك الكل وطبعا نحكي لك كيفاش أدرجناها معناها توصلنا باش ندرجوا للكيف ما يدرجوا العلماء درجنا معناها علماء معناها تخمينات أخرى اللي هي مازالت مفتوحة وحتى معناها المخابر المخبر الياباني وغير المخابر اللي هم يشتغلوا عليها ولكنها الآن نزلت هل وكل هذه الأعمال معناها ستنشر إن شاء الله في كتاب كبير تقريبا 500 صفحة يوم كان تجويلة في دار النشر الألمانية دوغريتر هو الآن أونلاين هو الآن موجود على معناها في الإنترنت وهذا شرف كبير لتونس وهذا شرف كبير لجامعاتنا وشرف كبير للجمعية التونسية الرياضيات اللي أنا الآن رئيسها ما شاء الله ومعناها والحمد لله شكرا سي علي. إذن الحقيقة ما نجموش نفوتوا معناتها فوزك هذا معناتها بالبري أفريكان معناتها هذية معناتها بالأحسن باحث في الرياضيات في إفريقيا. يعني أنا باش نبسط للسادة المستمعين معناها فما دي موديل ديفيرونسيال معناتها ما وقعش حلهم من زمان وسيادتك بمعية باحث من اليابان وباحث من لوكسمبورغ معناها حليتوهم وهم توا في طور النشر. مش غريب على التوانسة معناتها ومش غريب على سيادتك معناتها كارير في اللي ماتيماتيك في اللي ريشيرش ماتيماتيك أو ماتيماتيك. ربي فضلك نورتنا أنا معناتها نورتنا وشرف لينا أنك تدخل معنا على الهواء والبوكيه هذية معناتها اللي إن شاء الله تشوفه في الفيديو هذية أخذيناها على شرف قبولك للدعوة أمتعنا وإن شاء الله ينال أعجابك وإن شاء الله في مناسبات قادمة بروفيسور. كل العفو يا سي طارق اللي نحب معناها نقول للزملاء وخيال المستمعين كل إن شاء الله نتسلم الجائزة إن شاء الله يوم غرة أود في مدينة برازافيل عاصمة الكونغو تحت شرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الكونغو أن هذا الاتحاد الأفريقي هو معنا يعقد جلسته كل 4 سنوات لمدة فل المؤتمر هذا اللي مش وقع في الكونغو هو مش وقع من 1 إلى 6 أود القادم ولي عظيم الشرف أنه تمثيل تونس. سعلي بالله بالله آخر سؤال سعلي يعني يعني مثلا السيد وزير التعليم العالي في تونس ولا الوزارة ولا الجهات الرسمية معناها هل وجهوا لك معناتها رسالة شكر أو استقبلوك أو معناتها أعطاوك معناتها المنزلة التي تستحق معناتها؟ والله أكثر من ذلك أنا نحب تحية خاصة للأستاذ منصف بوكثير وزير التعليم العالي اللي اهتف لي بالهاتف وهنيني وجهوا له تحية دكتور منصف بوكثير وبقى معي تقريب 30 دقيقة في الهاتف حكينا منا على مشاكل وزارتنا وعلى معناها مشاريع وزارتنا واستشرنا بعضنا في برشا حوايج وهذا شرف كبير نحب نوجه له تحيه كبيره وصلت. واليوم بركة قبل ما تكلمني انت وجهوا لي رساله لوزاره التعليم العالي على راسها الاستاذ سي منصف وجه لي رساله شكر تنخرجوها معناها في الميديا في الميديا ونشكرهم كثير وهذا معناها نجم نقول انا والله معناها بكل صراحه ما كنتش نتصور لوسائل الاعلام معناها تحيط باللي فهموها هذا كما ينزل نحب نشكرهم برشا وهذا معناها احاطه كبيره بالعلم ونجم نقول لك بلادنا مازالت فقير مش غريب على تونس راهو معناتها فما مشهد سيء ربما يروجوا فيه على بلادنا ولكن لا بلادنا راه فيها طاقات وفيها ناس محترمه وفيها علماء مثل سيادتك وهذيكم معناتها يستاهلوا منا انه معناتها نقولوا فيهم كلمه خير والحقيقه تستاهلوا اكثر اكثر برشا من بوكي النوار هذيا اللي هو في النهايه سيمبوليك معناتها احنا اعطيناك معناتها اجمل ما في الوجود اللي هو الورد اللي تستاهله ان شاء الله. اذا بروفيسور شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه بارك الله فيك ان شاء الله الى الامام ان شاء الله ربي يوفقك وينور ذاتك
مستمعينا الكرام، كان معنا الأستاذ الدكتور علي البقلوتي صاحب جائزة أحسن عالم أو أحسن باحث في الرياضيات في إفريقيا، وإن شاء الله باش يتسلم جائزته معناها في شهر جويلية في هونغ كونغ. إذن مستمعينا الكرام نخرج فاصل ثم نعود لمواصلة الحوار. ابن الوطن. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى في الجزء الأولاني دخلنا على طول ما غير لأحم للدستور، لأنه حابين نجيبو لكم نزفو لكم هالخبر السار هذايا متاع فوز التونسي البروفيسور علي البقلوتي بجائزة أحسن عالم في الرياضيات في إفريقيا. توا هو مش نقصوا شوية في الفيتيس ونعاودوا، معناها نشكر أختنا آمنة بوخيت في هندسة الصوت وسهيل السلمي في هندسة الصورة، وإن شاء الله ما نكونش عكستهم. إذن نرحب بضيوفي الكرام. ladies first، نبدأ بمدام أمينة الجملي اللي هي أستاذ تفكير إسلامي، وهي عضوة اللجان الإدارية المتناصفة، وهي نقابية من نقابة الأساسية التابعة للتعليم الثانوي بنصر الله. مدام آمنة مرحبا بك. عيشك بارك الله فيك، شرفتنا. إذا أيضا سعيد باستقبال السيد حسين المغري اللي هو معناتها في الأصل أستاذ فرنسية، ثم هو مدير المدرسة الأعدادية بمنزل ميري، ولكن الحقيقة أنا كيف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تبخس الناس أشياءهم، حسين هو الدكتور يعني في مادة الفرنسية، إذن أنا يشرفني أني معناها نطلق عليه اللقب هذا. دكتور حسين مرحبا بك، شرفتنا. الشرف لي ستارة، وكل الشكر على الدعوة اللطيفة، وإن شاء الله تكون مفيدة، وجودي مفيد للمستمعين والموضوع النقاش إن شاء الله. أيضا السيد عبد الرزاق الشامخي، وهو الكاتب العام للفرع الجهوي للتعليم الثانوي بالقيروان. سي عبد الرزاق مرحبا بك، شرفتنا. شكرا سي طارق، تحية ليك وتحية لكل المستمعين ولكل المتتبعين لبرنامجك ولكل المهتمين معناتها بشأن هذا القطاع، القطاع التربوي بكل محبة. و حبيت قبل لا نبدأ زيد نشكرك أنا شكر خاص على التكريم ذي للسي علي البقلوتي، اللي هو فعلا معناتها تكريم معناتها للعقول وتكريم معناتها للمفكرين وللناس بالرسمي اللي تزيد معناتها للبلاد وتشرف البلاد معناتها بكل فخر نعتزو بها بصراحة. شكرا سي عبد الرزاق، هذا مش غريب على ذوقك الرفيع، بارك الله فيك. إذن احنا تو باش نستغلوا ربما معناتها توا وليداتنا وليداتكم الناس كل معناتها قادمين على امتحانات البكالوريا. تعرفوا مدام أمينة، مش نبدأ بك أنت مدام أمينة، تعرف أنه توا معناتها فما ضغط كبير على التلميذ من طرف الأولياء، وفما معناتها إحاطة تكاد تكون معناها أكثر من اللازم، وهالإحاطة هذه ربما تعطي نتيجة عكسية بأن يدخل فيه شوية خوف وتدخل فيه شوية تراك. التلميذ بيد ونهار اللي يمشي معناها من اللي يحل الكوبي يبدا طول يكتب، وتعرف انسان ملي مازال خايف ويرعش معناتها ما نجمش يبدا طول في الاكزامان. دونك شنيه كليما كأم وكمربيه وكعضوه في اللجان الاداريه المتناصفه عندك دو فوا توجه لهم، اللي هم الاولياء من ناحيه ووليداتنا التلاميذ من ناحيه اخرى. شكرا سي طارق. الحقيقة أنا أم وأنا عندي زادة بنتي تعدي البكالوريا سنة، ربي نجحها معناها نعيش في الظروف اللي تحكي فيها بالضبط. وليداتنا مضغوطين ياسر الحقيقة، هما الضغط مش توا بركة، الضغط من أول العام، وهذا كان يرجع راهو يرجع لبرشا حاجات نحكوا فيهم خلال هذا اللقاء. حاجة واحدة نحب نوجهها للأولياء، أنه راهو صحة صغيرك ومعناها وسلامة صغيرك هي قبل كل شيء، قبل النتيجة وقبل كترا صغيرك لباس كل شيء بعد يجي المعدل يجي. معناها احنا للأسف ولينا فما كل منافسة، او معناها صاحبك جاب خير منك ولا ولد جيرانك ولا ولد عمك، نبدو النفس وكأنهم معناها كأنه كما بالضبط الكبش متاع النصيح، هذيك شكون يعمل شكون يقدم أكثر، شكون من راعوش الجانب النفسي
والجانب الصحي متاع صغيراتنا. نعم. أنا نتوجه كأم نتوجه لكل الأمهات وكل أولياء أنهم يرقفوا شوية بصغيراتهم، أنهم يحاولوا كيفاش يتفهموهم ويحاولوا يهيئوا لهم الأرضية المناسبة اللي باش ينجموا معناها من خلالها يستوعبوا كل المعلومات هذيك اللي هي كم كبير الحقيقة من المعلومات، وهذا يعود للبرامج نتاعنا للأسف، ويعود لبرشة حاجات اللي هي من الأخطاء اللي يعيشها قطاعنا. نحن على الأقل ما نزيدوش عليهم، على الأقل في التلميذ هو في الليسي يبدأ مخسور على الأخر، على الأقل كيروح للدار نبدلوا له الأرضية شوي، ونحاولوا أن معناها نعطوه الدفع أنه يكون مرتاح على الأقل حتى في الجانب النفسي متاعه، يكون مرتاح وينجم يقدم الأفضل. وديما نحطه في مخاخنا، راه مش معناها المعدل، معناها ما جابش معدل قوي راهو ماهوش قراي، ولا هاو احنا عنا بالأمثلة، معناها اللي فما ساعات التلميذ يكون متوسط على الأخر في وسط العام، يفاجئنا في البكالوريا بمعدل ممتاز ما شاء الله، وفما ساعات العكس معناها. نعم. يعني لهنا يزلنا نحطه في بالنا اللي راهي كما قلت من الأول، راهي صحة صغيرك قبل كل شيء. نعم نعم، شكرا مدام أمنة. أكيد المواضيع اللي سيادتك ذكرتها معناتها باش نجيوها في التسلسل متاع الحصة. سي عبد الرزاق، معناتها التلميذ كي يدخل معناتها يجبد الكوبي، يقرأ السؤال، يبدأ يجاوب على طول، معناتها فما وقت مخصص للتفكير. التلميذ من يشوف الورقة هذيك وكأنها معناتها يلزم يأكلها الكل، يلزم يجاوب على الأسئلة الكل، معناتها ماشي في مخه هو أنه معناتها في سباق ضد الوقت، الورقة هي معناتها هو إكزاما، معناتها ماكش مطالب باش تاخذ 20، أنت في النهاية با فورسيمون باش تاخذ 20 معناتها. صحيح سي طارق، هو في المسألة ذي وإحنا ديما نوصف في تلامذتنا الحقيقة، على خطر الوقت ولا التحكم في الوقت هو داخل في الامتحان. ثم تلميذ اللي يعرف يتحكم في وقته ويسيره معناتها بكيفية جيدة وكيفية مقبولة ينجم يكمل الامتحان في ظروف طيبة، وثم التلميذ اللي يدخل بيرتيربي ويكون نفسيا أو نفسيته هشة إلى آخره، نجم كي يبدأ يعني كما قلت أنت معناتها يبدأ مباشرة في صبان المعلومات، نحن نقوله بدون تفكير، وبدون تفكير في الموضوع المطروح ولا التمرين المطروح، ينجم بطبيعة الحال هذا مش يقع في إشكاليات وما يعديش امتحان جيد. فنصيحتنا نحن لتلامذتنا ديما، وأنا عندي قسم بكالوريا، على الأقل قسم بكالوريا أداب ربع أداب واحد، ونوجه لهم تحية ليهم وكل تلامذة إن شاء الله نتمنوا لهم النجاح والتوفيق، ديما أن نوصيهم بحسن تقسيم الوقت. راو من الأول عندك وقت كنتك ساعتين ولا ثلاثة ساعات اللي مش تعديهم، راو عندك وقت مخصص لاختيار الموضوع، وعندك وقت مخصص زادة للتفكير جيدا في الموضوع، شنو ما اللي تريك اللي فيه، شنو يعني أعطي فرصة فرصة لمخك قبل سبعك بالضبط، قبل لا تهز ستيلو أصلا يعني تهفيديك، يزمك تفكر في الموضوع جيدا، إذا كان شعبة علمية تقرأ زادة التمارين جيدا من الأول للآخر، باش إذا كان ثم خاطر ثم حاجات ربما ما تتوقعهاش أنت موجودة من الأول تلقاها في آخر التمرين. بعد كي تاخذ وقتك مليح ساعتها يولي حتى الذهن متاعك يدخل في الامتحان، وتولي معناتها تخدم معناتها امتحانك بطريقة عادية. هذاك علاش يكون التراث معناتها مهم برشا، وهذا يجب يكون ليه تحضير نفساني معناتها كما كانت تحكي الأخت أمينة، ودور الأولياء لهنا مهم جدا. نعم، هو بارك الله فيك سي عبد الرزاق، هو أحيانا الأولياء هم اللي يعملوا الضغط، معناتها يعملوا فونكسيون معناتها العكس، معناتها نوسيه أنا ولدي يتنفس مليح، يقرأ سؤال مليح، طالما أنت سبعك هكية مازال خايف ويرى شوية كل شيء، راو معناتها ريض روحك. انا باش نمشي لسي حسين معناتها افيك الكاسكيت نتاع المسؤول اللي هو سيتو معناتها مدير نتاع مدرسه عدديه، واكيد معناتها في المناسبه هذه يقع معناتها اعتماد عليكم كمديرين نتاع مراكز امتحان ولا مراكز اصلاح واحد كل شيء. انا سي حسين معناتها نحب نستاذن منك ونحبك تسامحني على شويه جراه باش نتكلم بها. عندنا وليدات يحضروا بالباهي في الاكزامانات وتوا ليل ونهار هم يقراوا، لكن وللأسف الشديد فما فئة معينة ربما توا يحضروا بين الظفرين في الفوسكة وفي الطريقة اللي باش ينقل بها. أنت كمسؤول حبك تبلغ له راو باش يشدوك، إذا ناوي على التنقير راك باش يشدوك،
والعواقب نتاع التنقيل هاني باش نعطيها لك انت سي حسين تعرج عليها شنو هي العقوبات واحد كل شيء. احنا ما نتمنوش معناتها ما نتمنوش لوليداتنا يعني بتسرع وبشيطان وبدر شنو معناتها نتضرب انا في عقوبه اللي إيه سيادتك تقولها. شنو هي نصيحتك او مازال شويه وقت الوقت ذي اللي باش تحضر به انت لي تريك اللي باش تستعملهم في الغش وكذا استعملهم باش تحضر روحك بالبي بالبي. انا عطيتك سؤال هذا بالذات لانك انت عندك الكاسكيت نتاع المسؤول معنا. يعطيك الصحه شكرا مجددا سي طارق على اتاحه الفرصه هذه باش نتواصلوا مع وليداتنا ونتواصلوا مع العائلات وربما نفيدهم ببعض النصائح. نحن عندنا مثل عربي يستعمل كثيرا عند الامتحان يكرم المرء ويهان. هذا مثل ما هوش وما يؤديش الرسالة المرجوة رغم أنه يحث على الاستعداد للامتحان وعلى التسلح معناها بالعلم والمعارف لمجابهة يوم الامتحان، ولكنه في نفس الوقت محبط جدا لأنه الامتحان نراه معناها من الناحية البيداغوجية كفرصة أخرى للتكوين. يعني ما هوش إهانة أنك ما خذيتش معدل، تنجم تكون نهارتها مش مرتاح، تنجم تكون نفسانيا صارت حاجة من عادك، وتنجم تكون ما تكونش إهانة ليك أنك ما تأخذش. يعني السعي أن ردوها الامتحان ولا نتيجة الامتحان هي إهانة للشخص وهي دمار نفسي للشخص، هذا في حد ذاته ينجم يكون من العرقيل الكبيرة اللي تخلي تعقد الطفل وتعقد أبنائنا وبناتنا قبل انطلاق الامتحان. على كل في الفترة هذه حاولتنا معناها في الساعات المراجعة على الأقل بالتجربة الصغيرة ثم حاجة نقصتنا هي أنه نفهمهم معاني الامتحان ونحفزهم، يعني التحفيز على العمل وتدارك ما فات هذا مهم جدا. فنتحدث مع التلامذة في ساعات في قاعة المراجعة تقريبا يوميا، لموا مجموعة مع تلامذة ونحدثوهم أنه ثم فرصة حقيقية للتدارك، وأنه حتى الجاب 6 و7 معدل راي عنده فرصة حقيقية للتدارك، وأنه يطلب هذا شوية تركيز بارك الله فيك، ولكن يقدم الأمر بكثير من البشاشة، بكثير من الابتسام، بكثير من الضحك، خاصة نهارة الامتحان. نهارة الامتحان ما يلزمش يكون برشا ضغط على التلميذ، يعني تلقاه الناس كلها عابس، خاصة في نحكي على الامتحانات الوطنية البكالوريا والمدير. سي حسين بالله في إطار التفاعل معك وانت ذكرت معني اللي عنده ستة وسبعة وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح له الأبواب، اللي عنده ستة وسبعة يقول لك معناتها أنا خلنا نلعب لي دو معناتها للكورتين، خليني نحضر وسائل غير مشروعة معناتها للامتحان، وربما هذاك يؤدي به لأنه يخسرك الامتحان هذاك خمس سنين ولا أربع سنين ولا غيره. دونك هنا كمسؤول وكمربي وكأستاذ شنو الرسالة تبعثها له التلميذ الناوي على الحكاية ذي؟ والله يا سي طارق هي ثم زوز رسائل، الرسائل السهلة اللي نجم نقولوها هي رسالة القانونية أنه ثم رادع قانوني للحالات هذه، الحالات الغش نحكي في الإعدادية مثلا في الثلاثي اللي فات 8 حالات غش وأحيلوا مباشرة على مجلس التربية، وتعرفوا أنتم الإحالة على مجلس التربية في حالات الغش بعد العقوبة الأولى، فالعقوبة الثانية إذا في الكاريير متاعه من السابعة أساسي حتى للسنة رابعة ثانوي يعني البكالوريا إذا أحيل مرة ثانية بسبب الغش فإنه يطرد من جميع المعاهد مرة ثانية، يعني إذا مرتين غش يعني نهاية. لا أعطيني في البكالوريا البكالوريا ما فماش دوزيام في البكالوريا ثم عقوبات تمشي من العام الخمس سنين مع بطبيعة الحرمان من إجراء الامتحانات لمدة توصل الخمس سنوات، ثم إمكانية والحديث معناها على حتى تتبعات مدنية معناها في الناس هذه اللي تكيت والناس الشبكات اللي أصبحت شبكات معناها، وهي داخلة في ثقافة سامحني سي طارق لو أني هنا مش نفتح الأبواب، داخلة في ثقافة مجتمعية، ثقافة الربح السريع في كل شيء في الدراسة والثقافة زاد الربح السريع بأقل جهد ممكن نوصل نحقق باش تولي عندي نتعدى ناخذ الباك متاعي وناخذ مجرد الشهادة باش نمشي بها الاثنية، وفي الاخر اش توجد في الاخر توجد الفساد اللي نحكوا عليه معناها تو الموجود في الاخر تلقى الفساد في جميع الادارات. ليش؟ لان الناس وصلت بالثقافة هذه. نعم. وغدوة اللي تجر لك معدل غدوة مش تجر لك بشهادة طبية وقت اذا كان طبيب، غدوة مش تجر لك بتزوير في حالة مدنية اذا كان كذا، غدوة مش تجر لك بعقود اذا كان
في نعم. في منصب غدمش التاجلك بحكم قضائي نعم. فمعالجة القضية هذه لا يمكن لا غير ممكنة خارج إطار قراءة الوضع في المجتمع التونسي نعم. ولذا كي نحكوا حتى على الإصلاح التعليم وغيره هو شأن مجتمعي بامتياز يعني ما تنجمش هالعقوبات والغيره والغش في الامتحانات ما تنجمش تعالجها داخل ثقافة مجتمعية نعم. نجي نحث ولدي نسلط عليه الضغوط كل الممكنة نقول له باش يلزمك تجيب 18 و19 باش تمشي ميدسين اي ولدي هنا يحب الموسيقى يحب يفرح ويحب يمشي معازف على على على, على آلة من الآلات الموسيقية ولا يمشي نعم. يحب يكون رسام يحب يكون كذا نعم. علاش نوجهه على رغبتي بالعقدة اللي موجودة عندي هنا نعم. والا بعقدة الربح المالي برا رو حتى الميدسان وقت اللي نحبه يطلع طبيب ولا نحبه يطلع ما نقولوش على خاطر الطبيب رو رمز للرحمة وينقذ الحياة ونسوقوله على اساس انه يدخل في فلوس يدخل ملايين في يدخل ملايين في كذا ان شاء الله الأطباء معناه متغشوش عليك لا مع احترامي أنا خاتي إذن من الأخر معناه باش نلخصوا وليداتنا صليوا على سيدنا محمد مازال شوية وقت اللي باش تحضر به كيت وباش تحضر به ورقة وباش تحضر فيه مش عارف شنو مش عارف شنو حضر به درسك الحيلة في ترك الحيل يا وليدي راو تنجم معناتها يشدك الأستاذ المراقب راو هو وزميله معناتها ما يعرفوش بعضهم دونك مش باش يعديه لك وحتى كان يعرفوا بعضهم مش باش يعديه لك مش يعمل فيك تقرير وراو التقرير ذاك مش يحرمك وليدي ولا بنيتي من 5 سنين 4 سنين ما تعديش له عاد انت في بيتك مش تفرح معناتها بوك وامك لذا بيك معناها سلطت عليهم واللطف عليهم واللطف على السادة المستمعين كارثة عاد انا في اوبير ديكا في اسوء الحالات اما خير ندوب العام ولا نتحرم انا 5 سنين و4 سنين معناها نبدا نشوف الناس هزك راتبها وماشي تقرا وانا نتفرج وانا كل عقده النفسيه اللي عندي اذا سي حسين ومدام امينه وسي عبد الرزاق تكلموا كلام معناتها ما شاء الله محليه انا هنلخصه لكم وليداتي وبنياتي باش تقراوا على رواحكم وان شاء الله ربي ينجحكم تربزوا رواحكم ما فما حتى مشكل ريض روحك مال ولا امتحان مال ولا امتحان مال ولا امتحان اذا توا باش كرمنا سي علي البقلوتي كرمنا وليداتنا توا مش نجيو للصحيح باهي اذا توا مش نبدا بمدام امينه مش نبدا بمدام امينه ديما معناتها ليديز فيرست واحنا حتى في الكواليس معناها حاكين على ليديز فيرست مدام امينه بدون سؤال التعليم امامك وانت من النساء التعليم كيف شخص هنا معناها بايجاز الوضع اللي يعني فيه علاش لانه مدام امينه خلينا نحطك في الاطار احنا كي نتكلموا على ربما الخريجين نتاعنا اللي ربما معناتها فما صعوبات في ايجاد خدمه وكذا وكذا عاده انا هاو نتعاملوا في الاطار حيت فاهم مع الدكاتره والباحثين وكذا معناها يقول لك يا خويا راهو معناتها الباس هذه راهي موجوده مثلا في السكوندير كي تحكي مع السكوندير يقول لك راهي الباس من البريمير تحكي مع البريمير يقول لك راهو من السن قبل التمدرس فما مشكله درشنو باهي هاو نتبعوا بشوي بشوي اسيدي نحن توا هنا في السكوندير مدام امينه كيفاش ترى المشهد انا مش نحاول نقولكم كونوا ايجابيين ولكن برا اللي موجود والله سامحني سي طارق ما نجمش نكون ايجابيه وانت تسال فيها في 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 على القطاع التعليم خاصه الايامات وحبيت لو كان بدينا حصه قبل نحكوا على التعليم وبعد حكينا على وليداتنا خاطر ما نحبش نحبطهم لا لا ما نحطوهمش هما ما عندهم حتى نحكيوا على السيستم نحن اي على السيستم خاطر هما ضحايا السيستم معناها الحقيقه التعليم في تونس معناها طاح بشكل عجيب وانتم تعرفوا الاحصائيات معناها هو حتى في نوعيه التعليم وصل معناها مرتبه يظهر لي 7 عربيا و94 عالميا في بالي هكا في 2018 اي معناها باش تعرف اللي هو تراجع بشكل عجيب ليش يرجع التراجع هذا يرجع المنظومه انها اصبحت منظومه سامحني في الكلمه منظومه فاسده تماما لانه كان جو من ايش تقصد بمنظومه مدام المنظومة التعليمية أي نعم نحن نعم. نحكو على التعليم نعم نعم أي المناهج التعليمية أصبحت معناها ضعيفة برشا وأصبحت ما تخدمش القطاع جملة
البرامج هيك تشوف فيها. معناها احنا توا قلت لي معناها الدكاتره يقولوا جاونا معناها تلامذه من الثانوي ضعاف. انا نقول لك جاونا تلامذه من الاعدادي ومن الابتدائي ضعاف. لكن هنا لشكون ديما ترجع تلقى هي المنظومه. ما نصورش معناها كي دكتور يقول راه جاوني من الباك معناها راه الاساتذه اللي قراو الباك ما قراوهمش بالكدا ولا اللي قراو السيزيام او التروازيام ولا دونك مكونات المنظومه هي شكونهم المنظومه. لما انا نتفاعل معك مدام امينه لما نتكلموا على منظومه دونك المنظومه فيها الاستاذ فيها الولي فيها التلميذ فيها المنهج وفيها برنامج وفيها برنامج سامحني اي برنامج تقصد برنامج استراتيجي معناها للدوله منهج تعليمي. نعم منهج تعليمي غالط. انت كي تجي التلميذ ما نعرفش نخليني نحكي شويه على الابتدائي خاطر هو ماشي باش يوصل لي انا للثانوي. نعم. كي تجي للتلميذ في الابتدائي تشوف محفظته توزن اكثر منه. نعم. تشوف ساعات الدراسه معناها اللي هي نهار كامل سواء كان في الابتدائي ولا في الثانوي. نعم. تلامذة انا نقري في منطقه معناها في نصر الله وعندنا تلامذة يجونا من بقايا على برا فما تلامذة يحكوا لي في وقت الشتاء ما يشوفوش عائلاتهم تروح مخر توصل قريب 8 للدار وتخرج قبل معناها 5 5 ونص. نعم. اي معناها ما عادوش يشوفوا عائلاتهم في التلميذ هذاك كيفاش تحبوا معناها يكون معناها يحضر اي كيفاش يبدع ما تخليلوش حتى فضاء الابداع في المؤسسه التربويه. نعم. ديما قرايه كلها معناها برامج مكثفه كان في التعليم. نعم. كان تحط له مثلا ساعات نتاع ترفيه تو تقيم القيامه معناها نعم. تحط تحب تدخله مسرح ولا تدخله معناها كبرامج رسميه تو تولي مشكله. نعم. يعني لهنا احنا نضغطوا عليهم ومن بعد نطالبوهم باش معناها باش يقدموا لنا الافضل. نعم. هنا هذه بالنسبه للبرامج نرجع للأولياء. الأولياء زادة فما حسيت فما معناها كينهم أيسوا ولا كينهم اعتزلوا معناها ما عادش ساعات تسأل ولي ولا تبعث الولي باش يجي هذيك باش يجيك ولي هذه حكاية انساها ما يجيكش ولي. وحتى كان مرة تواتي ولي باش يجيك يبدا مش عارف حتى ولده شنية معدلات وشنية أعداد وشنية معناها لهنا زاد الأولياء حسيتهم حتى هما معناها كل على ما يشوفوا فيه معناها أصحاب الشهائد اللي بطالة وما نعرف شنو ولو حتى هو هانو يقري على خاطر ولده ما باش يقرا كيما العباد وكذا ما عادش عنده أمل في الدراسة. نعم. هذه من ناحية أخرى. من ناحية رجال التعليم اللي هما معناها ما عندنا حتى حافز يخليه معناها يشجعنا ان نزيدوا برغم ذاك قاعدين تسمع معناها يقول لك معناها من الثوره وانت جاي فما اضرابات وفما احنا وقت اللي نحن اكثر عباد نجحوا معناها في الثوره نجحوا العمل نتاعهم وكملوا سنه دراسيه معناها بنجاح ومن غير ما فما حتى عام تلامذه جاهم الصيف وهما هوش مكملين برامج نتاعهم. نعم. فما حتى عام حتى في معناها في تنبك الثوره احنا كملنا قرينا وليداتنا وعملنا واللي حتى ما خلطش عمل لهم رترباج وكملوا برامجهم والحمد لله. اما المجهود هذاك باش نقابلوا به كان من الولي السب ديما هاك تشوف معناها. نعم. في رجال التعليم كان من الوزاره لا مبالاه معناها ما نحكي لكش يعني من الحالات الكل احنا نعيشوا في ضغط كبير. نعم. وانتم ما لكم الا بشر. نمشيوا للسي عبد الرزاق. السي عبد الرزاق يعني احنا نحاولوا باش نكونوا معناها بنائين الحقيقه النقد ساهل برشا ولكن زاد التشخيص ضروري معناتها فهمتني ان الجانب النقابي معناها شنو هي وظيفته في عمليه او شنو هي البارتي اللي يقوم بها اونفير عمليه اصلاح التعليم مثلا هذه الحاجه الاولى لانه خليني ننقل لك انا وانت غلطني راه انا لا اوجه لك معناتها اي رأي شخصي ولكن أنا نحمل معني انطباعات الناس فما ناس وصلت حتى سمحني وحشيكم وحش معناتها كما نقول مستمعين الكرام فما ناس حتى أصبحت تتهمكم معناها بأنكم أنتم اللي وقفتوا معناتها عملية درشنوة كل نهارين مقرفين كل نهارين ولا ويلخص لك معناها المطالب متاعكم دائما في مطالب مالية أنتم ما تطلبوا كان في الفلوس أنتم درشنوة هذا من ناحية. من ناحية أخرى معناتها الأستاذ ولا كأنه معناتها الدروس الخصوصية اللي تقري بالرأس درشنو فهمتني دونك نحب نعطيك أنا الفرصة ونحبك تجاوبني بكل موضوعية معناتها في الموضوع في الطرح اللي طرحته لك. شكرا سي طارق. لمحال الأخت أمينة خذت كاسكيت النقابة وخذت لي برشا من الكلام. خليك مدام خليك كاسكيت نقابة عنده بيسالش في إطار الفلكة فقط.
احنا الحقيقه خليني انا عجبتني الحركه الاولى في بدايه البرنامج مع سي علي البقلوتي وخليني زيد ننطلق منها. سي علي البقلوتي هو نتاج لدوله الرعايه لدوله الاستقلال اللي راهنت فعلا على التعليم. نعم. وخصت تقريبا ربع ميزانيه الدوله للتعليم. محليك تبارك الله. اين نحن من هذا؟ هل اصلاح التعليم او ما سمي باصلاح التعليم من الثمانينات بعد الاصلاحات الهيكليه واللي اتفرضت من صناديق النقد الدوليه باش تتحصل البلاد على قروضات كان مفروض عليها ان تعمل ما يسمى بالاصلاح وفي الحقيقه هو كان افساد، واللي صار انه وقع الغاء المناظرات المهمه اللي تقيم التلميذ وما تعدى من مستوى مستوى الا ما يكون عندك حد ادنى من الزاد المعرفي والعلمي. نعم. وين السيزيام؟ وين النوفيام الاجباريه اللي كانت؟ ها وبعد البكالوريا ولت فيها 25% وربع المعدل يتحسب من وسط العام الى اخره. هذا كل الحقيقه الى جانب تخلي الدوله عن دورها، تخلي تقريبا يكاد يكون شبه كلي على مستوى التعليم، وباش يشجعوا الخواص ويرموا الكره للخواص والدوله ما عادش تصرف على التعليم. وبحثنا السي حسين اللي هو مدير مؤسسه تربويه وهو يعرف اكثر مني ان الدوله من سنه الى اخرى قاعده تنقص في الميزانيات المخصصه للمؤسسات التربويه، هذا مع الغلاء الكبير اللي تشوفوا فيه انتم في المواد. هي الدنيا تغلى وهم ينقصوا وهم ينقصوا في الميزانيه، تشوفوا. نعم. حتى البنك نتاع الاوراق تو ولا فوا دو تقريبا باكثر من 20 دينار، كان ب 10 دنانير ولا ب 9 دنانير. هذا مثال بسيط على غلاء هذه ما نسموها نحن المكونات البيداغوجيه او المساعدات البيداغوجيه في مقابل تخلي دورها بالتنقيص والتخفيض يعني في ميزانيات المؤسسات التربوية، وهذا بالضرورة انعكس على المؤسسة التربوية في حد ذاتها. أستاذ يمشي ما يلقاش ستيلو باش يكتب في السبور، ولا ما يلقاش باش يطبع دفوار، يولي في مشاكل النهار كله هو والمدير. أستاذ يضطر مرات أنه يطبع على حساب لتلامذته، يضطر أنه يوقف الخدمة بسبب باش يحتاج، وهذا احتجاج مش باش يعطوه فلوس ولا يزيدوه في الشهرية، هذا للتوفير الحد الأدنى من الضروريات لاستعمالها في المؤسسة العمومية. والدولة الحقيقة هي قاعدة تعمل في الحوالي هذه معناتها عن قصد باش تهمش المدرسة العمومية وفي المقابل تشجع الخواص. يعني شنو كيما بدو مع الصحة للتعليم، اللي عنده فلوس وقدر انه يقري ولده في مؤسسه خاصه تلقى فيها الكليماتيزور، تلقى فيها الطواوله النظيفه والسبوره النظيفه والطبعان والفيديو بروجيكتور الى اخره، او يوفر له الليكس ويزيد معاها المراجعه وقت اللي عنده ساعه كروز، يعني ولده يبقى متهني عليه يعني انت في المؤسسه التربويه وثم اطار بشري الى الناس كل ما تنجمش تجاري هال بالطبيعة الحقيقة قاعدين نعانوا نحن في المؤسسة العمومية نحاول نقوموا بواجباتنا في ظل ظروف يعني من الدنيا. وحتى الإصلاح اللي يحكوا عليه سامحني حتى توا وهما زاعمين أنهم يقوموا بإصلاح، هو إصلاح فوقي، هو إصلاح يعني الوزارة توا مختارة بعض الأطراف دون الأخرى، عندها ميزانية معينة تحب تصبها في الإصلاح هذاك دون استشارة يعني أهل الاختصاص. يعني الأخطاء ما زالت موجودة إلى الآن. نعم. خليني سامحني سي طارق باش من خاطر الحديث على الأساتذة اللي هما يضربوا. رغم الأساتذة كما كانت تحكي مدام يمينة هما حتى إذا كان أضربنا راو ديما الإضراب يكون آخر حاجة، يعني تكون عنا من الأول راو وسائل احتجاج قبل الإضراب اللي هي عريضة، اللي هي رفع الشارات الحمراء، اللي هي معناتها وقفة احتجاجية بربع ساعة بربع دراج. ما نوصلوا للإضراب بساعة وساعتين ونهار إلا ما يعني نوصلوا للمباس كما يقولوا. وأغلب ولو أنه حقنا نحن أن نحتجوا ونطلب
بتحسين الوضعية التربوية، لكن أغلب المطالب كي تشوفوا اللوائح المهنية الصادرة على الهيئات الإدارية عن قطاع التعليم الثانوي تلقاها مباشرة ديما ركزوا على الإصلاح التربوي، ركزوا على مطالب قانونية، ركزوا على الزيادة في ميزانية المؤسسات التربوية. نعم. اللي هي هذه من شأنها باش تحسن وضعية جودة. المدرسة. نعم. العمومية، وزيادة ما فيها الناس بطبيعة الحال انطلقوا بمطالب مادية تهم الأستاذ، لأن جوهر الإصلاح التربوي زيادة ما ينجمش يكون بدون الرفع من معنويات من المعنويات والماديات من. نعم. من نعم. نعم شكرا سي عبد الرزاق. دونك انا مش نختم معك انت سي حسين قبل ما نخرج الفاصل. سي حسين معناتها ليزيليت معناتها التلامذة الباهين نختاروهم ونهزوهم للبيلوت، واضح؟ انا رو نعاود نقول لك معناتها انا ننقل لك في اراء السادة اللي نجلس معاهم في المقاهي. انا البارح السؤال هذا اللي نسال فيه لسيادتك سالته الاستاذ وانا جالس انا وياه في مقهى، قلت له نحكيه في التعليم واحد كل شيء، قال لي هو كي يجي التلامذة الباهين الكل يعمل كي يلمهم ويحطهم وحدهم في البيلوت، هاونا حالي المنافسه، انا هاونا حالي المنافسه في الاقسام الاخرى. معناتها سي حسين الطرح هذا شنو رايك فيه؟ معناتها والله بالطبيعه معناها المنظومة التعليمية وقت نحكو على منظومة نحكو على مجموعة عناصر مترابطة متآزرة متكاتفة لتحقيق أهداف عامة اللي هي أهداف وطنية. معناها المنظومة التعليمية هي عندها أهداف وطنية ما يرسمها القانون ويحددها، نحن عندنا القانون التوجيهي في سنة 2002 اللي هو حدد أهداف التربية في تونس وأهداف المنظومة التربوية. بقين نحكو على جزئيات. سألت السؤال الأول الأخت يمينة، سألتها والله كان في كلمة حبيت الكلمة تتقال، التعليم مريض مثل المجتمع. يعني احنا إذاعة الحياة للصحة. معناتها من المفروض مدام جيتوا عنا بحول الله إن شاء الله يبرد إن شاء الله إن شاء الله. احنا التعليم بتاعنا كله أسقام مثل مجتمعنا، هذاك علاش نقول لكم المرة الأولى ما نجموش نفصلوا المجتمع والتعليم كأنهم زوز دو سفير معناها بعد على بعض. نعم. حكيت لي على البيلوت. البيلوت جاء المدارس العدديه النموذجيه والمعاهد النموذجيه جت كخيار من خيارات فرضته مرحله من المراحل. في مرحله من المراحل كان هنالك توجه نحو خلق نخبة إدارية اللي هو تو تقريبا تخرجت المجموعة يسموها تكنوقراط وغيره اللي هي باش تقود البلاد، نخبة مفرغة مليانة بال 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 كفاءة علمية ولكن مفرغة من بقية المحتويات، وكان من المفروض يتم الإشراف عليها وتأطيرها وتأهيلها حتى تتخرج ومن بعد تمشي الإدارات وتعرف كان A plus B equal C، معناها ما خير الإطار هذا متنقش، وهذا كان خيار من خيارات سياسة لأنه يعني في الآخر منظومة تربوية هي تقودها سياسة الدولة وتقودها وخيط ناظم ترسمه سياسات العامة للدولة. يحكي معناها مرة من المرات يحكي مفقد على البيلوت في 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 فرنسا. البيلوت المدارس العددية والمعاهد الثانوية في فرنسا هي سر من أسرار الدولة. ترى شو معناه سر من أسرار الدولة؟ يتم إحاطة التلميذ في المدرسة العددية وفي المعهد النموذجي بإجراءات أمنية قوية أصلا. ليش؟ لأنه حتى نوعية البرنامج ونوعية التوجيه التلامذة حسب الكفاءات متاعهم ودراستهم حتى الجوانب النفسية وغيره يأهلهم باش نهار أخر مش يخدموا في أحسن البرامج وأحسن الشركات وفي قيادة الجيش الفرنسي وفي غيره باش يكونوا مؤتمنين على أسرار فرنسا في الجانب التعليمي في الجانب التكنولوجي في الجانب المعرفي في الجانب العسكري وفي غيره، ولذا يتم الإحاطة بهم بالمعنى هذه. يعني سر من أسرار الدولة، توصل الدولة الفرنسية تتكفل بعائلة إذا واحد تميز ونجح للنموذجي تتكفل به ومشاقرة في نموذجي بعيد على داره تتكفل بإقامتهم في المدينة المشاقرة فيها في النموذج. نعم. يعني باش تعرف قيمة الرهان على التعليم. علاش أنا قلت لك راهو مريض وراهو الأسقام الكل الموجودة فيه، هذا كله النجم نشخصوه. الناس كلها تحكي تو اي انسان بسيط تقول له اشنية مشاكل التعليم، مش يعطيك ال 1500 مشكلة اللي فيه ولا 3000 مشكلة اللي فيه، هم مش يعطيك 100 و200 مشكلة. التشخيص تقريبا يعلمه الجميع.
المشكلة وانت قلت لي هنا في إذاعة معناها طبية ولا قريبة للطب، المشكلة في العلاج. العلاج العلاج كان دوما ينظر له بشكل استجلابي، يعني تستجلب العلاجات بشكل مهجن، يعني نمشوا نستلهموا النموذج الفرنسي ونجيبوا خبراء فرنسيس ونجيبوا خبراء من أوروبا وكذا ويعملونا ومتفقدين يمشي عملوا استاجات غادي وهو سيسيم الصرح والتعليق. يا سي طارق، رأي الحاجة النبتة كي تنقل من تربتها رأي تذبل. إذا الإصلاح التربوي، إذا النظر للمنظومة التربوية يكون تكون نظرة من الخارج وتكون نظرة حتى نظرة داخلية مهووسة بأنها تجيب لنا نمط من الخارج، فأكيد منا هذا مش يفتح أبواب متاع إيشيك، فهمني؟ مش متاع نجاحات. وهذه معظم المعضلات. حاجة أخرى نحب نختم بها، ممكن نلخص بها كلامي، أن باش نقولها وهذه قالها في أحد تقريبا فيلم ضد الحكومة أحمد زكي، وقت قال نهذبها الكلمة، كلنا مذنبون، كلنا مذنبون، كلنا مذنبون في حق في حق في حق المنظومة التربوية، نعم، وفي حق هالبلاد هذه. ولكن أكبر ذنب شكون يتحمله؟ اللي أكبر ذنب يتحمله هو رسم السياسات، هي سلطة الإشراف، هي اللي نورمالمون تحمل لواء الإصلاح، نعم، ونورمالمون أكبر ورشة من 2011 يا سيدي، خلينا قبل من 2011 أكبر ورشة جديرة بأنها تقام وأنها تفتح، نعم، ونتم النقاش فيها هي ورشة التعليم، نعم. إذا عادل إمام في مسرحة مدرسة أحمد زكي، لا حكيتي أنا هذه، أنت زكي وأنا إمام، دونك قتلوا معناتها حنتكلم على المنطقة، لا أنا اليوم مش حتكلم معاكم، أنت سيت قلت كلنا مذنبون، أنا مش مذنب معاكم، أختي أنا تخرجنا فاصل مزيان ونرجع لكم بعد فاصل إن شاء الله. من الجامعة نبني الوطن. مستمعينا الكرام اهلا وسهلا ومرحبا بكم، دونك توا كنا معناتها نحكي ونشخصوا في الحاله اللي مر بها التعليم نتاعنا، وتوا في الجزء هذايا مش نمشي ان شاء الله للحلول، لانه احنا معناها في الخط التحريري مش كالكريتيك، لا احنا نحبوا زاده ان بروجيت معناها دي سوليسيون، نقترحوا حلول يسمعونا ان شاء الله ربي يبارك فيهم. ولكن قبل ذلك واحنا تمنينا انه يكون حاضر معنا، ولكن للاسف معناها ارتباطات مهنيه منعته باش يكون معنا، سي معز السلمي بالتليفون اللي هو معناها عنده تروى كاسكيت، معناتها مربي ومسؤول، يعني هو معلم ومسؤول وفي نفس الوقت هو امام جمعه، معناها باش يحكي لنا من ثلاثة الزوايا هذية، وربما نركزوا زادة شوية على الأخلاق اللي موجودة. سي معز مساء الخير. أهلا وسهلا ومرحبتين دكتورنا الباهي دكتورنا الغالي، أهلا وسهلا بالحضور الكريم، وأهلا وسهلا بكل مستمعي الإذاعة الكريمة، وربي يبارك لكم وربي يجزيكم خير، ومرحبا بكم الناس الكل. يعيشك سي معز وشكرا على تلبية الدعوة. في الحقيقة احنا كنا نتمناو تكون معنا في البلاتو، لكن شرف مناسبة قادمة باعتبار انه التزامات مهنية منعتك. اذا سي معز توا معناتها ديما كي نحكيه مثلا مع السكوندير واحد كل شيء يرجعوا معناتها الحكاية انه فما التلميذ جاء زادة من الابتدائي ومن الاعدادي، من الابتدائي جاء منهك شوية وكل شيء، دونك شنو رأيك انت لهنا؟ أكيد بارك الله فيكم على هذا الموضوع القيم وموضوع جميل جدا وموضوع مهم جدا، لأني حقيقة إثارة مثل هكذا مواضيع هي الهدف منها إصلاح المجتمع، لأنه إذا كان أصلحنا التعليم صلح المجتمع، لأن المجتمع يصلح بصلاح التعليم وبصلاح الأسرة صراحة، هذوما الاثنين يعني لابد من أن نتكلموا فيهم، وأنتم يعطيكم الصحة دكتور أنكم كان لكم السبق أولا في إثارة مثل هكذا مواضيع، والمواضيع هذه فعلا لابد من أن الإنسان يدرسها من الجوانب الكل، الجوانب النفسية، الجوانب التربوية، الجوانب الاجتماعية، والجوانب الاقتصادية، كل الجوانب. إذا كان نتكلموا على إصلاح تعليم، إصلاح تربوي شامل، أولا لابد من أن ننظر له من جوانب الكل. أنتم حطيتوا وفعلا هو من حق الأساتذة سلسلة التعليم الثانوي والإعدادي والثانوي أنا ما يقولوا راهم يجون تلامذة منهكين بأي مفهوم الساعة منهكين، هل هم منهكين بمفهوم يعني مفهوم علمي، مفهوم أنه ما عندوش تحصيل علمي، أما أنه منهك بأي مفهوم، يعني حبيت نعرف أنا باش تحطوني المفهوم في القطار. المفهوم العلمي اللغوي معناتها في اللغة ضعيف، في الرياضيات وفي درجنوة ضعيف،
معناتها حتى في طريقة التفكير معناتها يكون ربما ناقص شوية. أنا منعطيك معناتها كريمو معناتها فما شكون قال لي تلميذ جاني سبع أساسي ما يعرفش يكتب. موجود موجود، لا هذا موجود موجود، ما ننكروشو، احنا ما ننكروشو في الابتدائي ما ننكروشو. علاش ما ننكروشو؟ لانه اولا عندها اسباب كثيره وكثيره جدا. بعد ست سنين سي معز، سي معز سامحني قصيت عليك، بعد ست سنين ما يعرفش يكتب، وقتاش مش يولي يكتب معناه؟ على كل حال ممكن، هو كلامك يعني فيه من فيها حقيقه كبيره يا نعم. هو انه بعض التلاميذ مش الكل الامانه، مش الكل طبعا مش الكل عنا موجود، انما اشني المشكله ثم في الابتدائي بعض الناحيه انه بعض النواحي انه يقول لك التلميذ احيانا يكون التحصيل العلمي نتاعه فابل شوي يعني ضعيف جدا. نعم. ضعيف هذا عندنا في الابتدائي ما لازمكش تدوبلو، وحتى كي يبدا يدوبل في نفس الـ يعني النيفو يلزمك ما تعودش تدوبلو مره اخرى حتى كي يبدا تعب. علاش؟ لانه يلزمك تعديه تشوف له كيما نقولوا سمك المواد هذيك، هي للاسف مواد نتاعك التربيه التشكيليه والتربيه التقنيه والتربيه الموسيقيه، التربه هذيك نسموها نحن، هذيك التلميذ يوخذ فيها عدد شبه محترم يعني يوخذ لك 13 15 14 كذا، يولي يحصل ويقرب شوي لك الموينه اريتميتيك، يولي المعلم او المدير في اخر العام مطالب باش يعديه للسبب اولا انه قريب من الموينه اريتميتيك، وثانيا لانه كذلك انت تعرف اللي الاصلاح التربوي من 2002 وكذا جعل انه الانسان ما يدوبلش في نفس النيفو، ما يلزموش التلميذ يقعد هذا بالنص القانوني. هذا سي معز؟ نعم بالنص القانوني، انه يعني يعتبر، يقول لك يعتبر يعني بقاء التلميذ في نفس النيفو يقول لك يعتبر حاله استثنائيه. بمعنى ايش معنى بمعنى يعني شبيه هو ما خصوش يحطك انت المعلم انفاس يقول لك شبيه عام كامل ولا عامين ولا ثلاثه وكذا ما حصلش، يلزمك تحاول كيفاش تشوف له امكانيه انه يتعدى ويتمدرس الفتره هذيك الكل، ثمش امكانيه في ان نبعثوه ربما يكون ينفع في تكوين مهني، ينفع في حاجة أخرى، ما نسكرولوش في البداية الكل، لأنه كي أنت مش نقوله نحن عاود مثلا السنة الأولى ولا السنة الثانية ثلاث سنين وأربع سنين وبلغ السن القانونية اللي هو ما عادش عاود فيها مثلا، أما نخرجوه مش يخرج من المدرسة في الحالة هذه ولا كاتاستروف ولا خسارة أنه تلميذ يخرج من المدرسة في سن متاع 9 سنين ولا 10 سنين ولا 12 سنة، وبالتالي أنت كمدير أو كمعلم مطالب باش تعديه وتحاول ترفقه بنصائح للمعلم اللي باش يجي بعدك على أساس أنه يعمل معاك البرنامج، يعني كيفاش نجمه نعمله معاه سوتيان، نجموش نهزه معاه التلميذ ونحاوله نعمله له شوية تحصيل باللي ممكن، وهذه رأي استثناءات نقول هذا جودي بيان رأي استثناءات، ما هوش تلمذتنا الكل بالشكل هذاك. نعم. ولكن هذه استثناءات، معناها إن شاء الله ما تكونش استثناءات كبيرة كبيرة ياسر، لكن رأي أسباب عديدة ومتعددة هي اللي خلت تدهور التعليم. سي معز نظرا لضيق الوقت معناها أنا نحب البروجيكسيون تاعك أونفير معناتها إصلاح التعليم، كيفاش ترى أنت شنية الحاجات على الأقل اللي يلزمها نخدموا عليها باش يتصلح التعليم؟ والله إيش نقول لك سي أستاذنا الكريم، إصلاح التعليم في طيلة تاريخ تونس المعاصرة والحديثة هو أنه ارتبط ديما بالسياسة، للأسف ديما ارتبط بالحاكم والسياسة والحزب اللي يحكم وكذا، هو اللي يكون عنده الرؤية اللي الثاقبة الرؤية الكبيرة باش يصلح التعليم، ولكن في الحقيقة إصلاح التعليم يجب يكون شامل، بمعنى يساهم فيه المجتمع الكل، المجتمع المدني يساهم فيه، معنى الأطراف الكل من نقابة من اتحاد من كل الأطراف الفاعلة في المجتمع، وأولهم المعلمين والأساتذة وأهل الاختصاص والدكاترة وكذا، أهل الاختصاص نتاع البسيكولوج نتاع كذا نتاع البيتاغوج، هذوكم الكل لازمهم يكونوا حاضرين في إصلاح التعليم، ما يكونش باراشوتي تو نحن قاعدين يجيبونا في برامج باراشوتي من برا، هيك طبق أنت كمعلم ولا كأستاذ طبق وانتهى، ما عندناش نحن ما يستجيب لحاجياتنا، يلزمنا نتسائلوا نحن أستاذي الكريم نحن إيش نحبوا من التعليم، يلزم ناخذ يعني نحاولوا نطرحوا سؤال ما الذي نريده نحن من المدرسة؟ هالمدرسة ايش نحبه منها؟ احنا نحبوها تخرج مواطن صالح اولا، مواطن متعلم، مواطن صالح، مواطن نافع ينفع روحه وينفع الناس الاخرين، طبعا مع تغير الواقع وتغير الواقع الاقتصادي وتغير العقلية القديمة. نحن كانت المدرسة معناها في اول الاستقلال خرجت كوادر ما شاء الله في العالم وكل يشهد بها، بعد وقع التأخر والتقاقر في المدرسة التونسية
موقعش إصلاح تعليم شامل اللي ينظر إلى المسائل ونحن كمجتمع بشحشنا ويكون مساير للتكنولوجيا اللي موجود اليوم. اليوم عندك ولاية ديال ما شاء الله في التكنولوجيا تدخلوا أنت القسم تمدلوا معناها بوندي سيني حابسة تصويرة وتحاول تقوله حاول تراها إذا كان حاول تطلع منها أفكار وكذا صعيبة شوي لأنه الأكسيون اللي يتفرج فيها هو في التلفزة وعلى التليفون وكذا خلتك التصويرة الجامدة هذيك ما توحيلوش بحاجة كبيرة. هذا نوع من هذا. إذا لابد من استعمال في هذا الإطار لابد من استعمال التكنولوجيا الجديدة في إصلاح التعليم، كذلك لابد من رؤية شاملة للطفولة، إعادة رؤية شاملة للطفولة. نجموش نهزوا بيدو هالوليد الصغير ضايع شنو مشكلته بالضبط حاجياته، نشوفوا نلبولو حاجياته قبل حتى سن التمدرس، قبل الست سنين راهو يبدا إصلاح التعليم قبل حتى ست سنين، ما يبداش من ست سنين، يبدا من قبل ست سنين هاك الطفولة الأولى، الطفولة المبكرة، لأن هذيك اللي مشيت تبنى عليها شخصية التلميذ، شخصية المواطن مشيت تبنى عليها فك الست سنين الأولى، وقت اللي الإنسان يتعنف، وقت اللي الإنسان يتعنف، وقت اللي الإنسان يسمع كلام وكذا في دارهم، وقت اللي الإنسان يكون يعني يعاملوه معاملة سيئة، المعاملة السيئة هذيك بالنهاية تولي شنو يصير له؟ تولي تعمل له معناها مضاعفات كبيرة ياسر. خليه هو قدام المعلم في المدرسة تخليه هاجز على ربما على التواصل مع المعلم لأنه يعني سمع كلام في المدرسة وسمع كلام في الدار سمع كلام كذا كما تعرف سي طارق يعني الموضوع شائك فعلا. موضوع كبير ياسر إذا ملا الموضوع كبير ياسر وأفكارك الحقيقة بناءة جدا وأنا نحب ناخذ منك وعد على الهواء باش تحضر معي إن شاء الله ان شاء الله اذا كان يسهل ربي علاش لا والله هو موضوع مهم جدا عندك الموضوع هذا وموضوع المراه وموضوع العائله الاسره بصفه عامه هذه من المواضيع اللي انا نحبذها ياسر ولابد ان ما تبني مجتمع الا ما تبنيه بالمدرسه من الجامعه نبني ومن المدرسه نبني بالحقيقه لانه الوليدك الصغير اللي عمره 6 سنين هذاك هو المستقبل هذاك اللي نخدموا عليه هذاك هو الثروه انت تشوف الصين والدول المتقدمه اللي نحن تو مازلنا نعتبره في الصين ده عالم ثالث تو مازلنا نحن في يعني حتى في برامجنا للاسف نعتبره في الصين عالم ثالث مش يوريك اللي حتى البرامج بتاعنا برامج متخلفه ما هيش مواكبه التطور الموجود في العالم وكل الصين عالم ثالث ما لا نعرف شنو تو مازالوا يعتبروا الصين والله قال لي ولي انا ذي مره معناتها قال لي في الكتاب نتاع ولدي الصين عالم ثالث اذا سي معز والله نعتذر منك الحقيقه لانه ضيق الوقت برشا بارك الله فيك على المداخله وشكرا جزيلا لك وان شاء الله تكون لنا لقاءات اخرى ان شاء الله شكرا سي معز بارك الله فيك سي عبد الرزاق اذا توا عمليه الاصلاح انت توك تغير لي الكتاب وتغير لي سوا ديزون الزمن المدرسي وتخلي لي المخبر بنفس الماكين هكا او مات معناها براسك وكانك فهمت السؤال ايه جاوبني فعلا أومأت برأسي على خاطر هذه هي النقطة المهمة اللي حبيت نشير لها في عملية الإصلاح التربوي خاطر الإصلاح التربوي ما هوش فقط تغيير برامج أو تخفيف في البرامج ما هوش فقط واللي هو لازم ومطلوب التخفيض في الزمن المدرسي ويخلوا للتلامذة وقت معين للراحة وقت معين لممارسة الأنشطة الرياضية والأنشطة الثقافية والأنشطة الترفيهية إلى آخره الإصلاح المدرسي زاد فلوس أنت قلت مخابر إصلاح المخابر وتجهيزها وتجهيز يعني المؤسسات التربوية والستيل ولسيادتك ذكرته والسبورة والبروجكتور هذا يلزمه فلوس أكثر من هذا الإطارات احنا توا راهو نشكو من نقص كبير في الاطارات في على الاقل نحكي على المدارس الاعداديه والثانويه فقط بالله سي عبد الرزاق في اطار التفاعل معك في النقطه هذه الساده الاساتذه النواب اللي هو معناتها يخلص اخر العام ولا يخلص النص العام فهمتني توا شنو حل هالحكايه هذه توا انت سيادتك كنت تبوك مثلا خذيت الكابيس والسيد هذاك جابوه نائب يقر انت قالوك يعملوا لك الكابيس معناها راهو انت عطاوك شهاده الكفاءه في التدريس والسيد هذاك او الاخت هذيك معناها جات تقري هكاك مش هو تخلويذ هذايا معناها تخلويذ كل ما نحكوا على التربيه تو على المنظومه التربويه بصراحه هو تخلويذ راهو اما بالنسبه لمساله النواب والاطار البشري عموما بالنسبه للمدارس الاعداديه والمعاهد الثانويه
راي هذه خيار متاع دولة، يعني مش مسؤول عليها النائب ولا مسؤول عليها المدير ولا مسؤول عليها الأستاذ ولا المتفقد ولا النقابي. هذا خيار دولة، عملوا مشوا من الأول في مناظرات وبعد عملوا خيار آخر يعني بالانتداب المباشر، بعد مشوا للنواب. هو في الحقيقة حكاية النواب والتشغيل الهش هذا يروا استغلال، بصراحة استغلال فاحش. ماك محتاجو هاو هاو انت ماك محتاجو وهو مو تونسي خذ وقري. لا هو تو فما تونسي نائب وتونسي رئيسي. لا مش كان الصيفة المشكلة، مش كان الصيفة، هو يطلق عليه صيفة نائب ويستغله زادة فالرب في 600 دينار، وكما قلت انت يخلص اخر العام ومرات يضرب عام ونص باش يخلص فيها، وما عندوش حتى مورد رزق ويتنقل يعني من معتمديه المعتمديه بالطبيعه، والاغلبيه نتاعهم معرسين، ويتنقل من القيروان للمدينه مثلا المعتمديه من المعتمديات البعيده كيما الشراردة وكيما حفوز وكيما وسلاتيه وغيرها. النواب احيانا اشفال ساعتين هكا وساعتين هكا وساعتين هكا. يعني بصراحة هذية إذا كان ما نصلحوش، إذا كان ما ثمش إمكانيات مادية، إذا كان ما ثمش فلوس يعني باش تنتدب يعني اللي حاجتك بيه، رو مثلا في ولاية القيروان رو عنا نقص فظيع في أساتذة الرياضيات يقدر بأكثر من 40 أستاذ في ناقصين. رو عنا نقص كبير في أساتذة التربية الإسلامية، نقص كبير في أساتذة التاريخ والجغرافيا، ومعوضينهم نواب قاعدين يستغلوا فيهم في إطار ما يسمى بالتشغيل الهش. إذا شنو الحل؟ تقول لي على الحل، وفر الفلوس، انت دب لسادذة، انت دب القيمين باش يأطروا التلامذة، اعمل مراجعة باش التلامذة ما يخرجوش للشارع وما يعملوش المشاكل ويحضروا دروسهم، ووفر لهم الإطار والإطار البشري من قيمين باش ينجموا معناتها يراقبوهم. هذا الإصلاح التربوي. إذا كان ما عندكش استقلالية مادية، وإذا كان مش تبقى يعني مرهون للصناديق الدولية والشروط الصناديق الدولية، فسامحني الإصلاح اللي نحكوا عليه ما ضرب من الخيال، ضرب من الخيال حديث. نعم سي حسين نستسمحك مدام آمنة، تو مش نجيب الدورة الأخرى، معناها مش نجيب على سي حسين. سي حسين أنت كمدير مؤسسة، يعني جاوبني بصراحة، أنت كمدير مؤسسة هل عندك نوع من السلطة؟ وأنا ما نحكيوش روعة السلطة مع الدكتاتورية على زملائكم الأسادة، ولكن يا أخي ما هو أنت مسؤول لما كمدير في إدارة زميل قصر ولا كذا، ونستغل أنا وجود سي عبد الرزاق، معناها أنت مش تاخذ قرار، كي مش تاخذ قرار المعمول به، وسي عبد الرزاق نستسمعك، المعمول به أنه غدوة تصبح لك النقابة غادي وقرارك هذاك مش يتاح في الماء، هكا ولا؟ أنا هنا نحبك تجاوبني، شنو الحاجات اللي تنجم لي طبعا هو الهدف ليس استهداف الزميل الاستاذ، ولكن معناتها ضمان السير العادي للمؤسسه نتاعك، ونحكيوا على يجي مؤخر ونحكيوا على كذا ونحكيوا على بطبيعه. فهمت سؤالك بشكل واضح. الحقيقه مانيش في وضع محرج، لاني استاذ بالاساس، ولاني زاد نقابي، ولكن في نفس الوقت موجود في مسؤولية إدارية وأتحمل أعباءها، ونحاول بأقصى ما أوتيت أني نستجيب للقوانين والترتيب الجري بها العمل. لكن هو اللي صار واللي نسمعوا فيه ونشوفوا فيه ديما كي تصير حكاية كبش الفداء هو المدير معنا. لا للأمانة صلح لي كاني غلط، أنا رأو ننقل لك في كلام الناس، مش صلحنا في زوز مستويات. نعم تفضل. هنا مش صلح في مستوى أول، أنه إذا أنت جاي للإدارة هذه جاي بمشروع حقيقي وبرؤية حقيقية وعندك وعي بالتحديات الموجودة في المؤسسة التربوية وعارف روحك علاش قادر، أكيد مش نجم توجد صعوبات كسوة من سلطة الإشراف ولا من النقابة ولا من غيره، ولكن الصعوبات تذليلها ممكن وسهل برشا. والطرف الاجتماعي نقول لك بعد 2011 وهذه أمر موضوعي وحقيقي، هو عامل مسهل الإدارة وعامل مساعد للإدارة بالفعل، لدرجة أنك توصل معناها حلال المشاكل متاع البنية التحتية والبنية الأساسية والتجهيز والغيره
الا ما تساعدك النقابه في في في, في التواصل مع اللي قبل كنت انت طرف اداري تواصل مع سلطه الاشراف الاداري معناه نعم. هذاك قصدي هو هذا في المستوى الاول. المستوى الثاني بالنسبه للتقصير، نحن في الاخر رانا موظفين عند الدوله، الناس كلها موظفه عند الدوله والناس كلها تخضع للقوانين انا بالاخر من يتجاوز انا نقصد انا نقصد وسي عبد الرزاق اكيد وفهمني ومدام امين، نقصد انه بعد الثوره صار انفلات في كل شيء صار انفلات في كل شيء فهمت، وبالتالي كمسؤول تاو نشوفوا فيها راهو نخدموا نعرفوا كمسؤول اصبحت انك معناتها تتمرر رؤيتك كمدير، ماك تحملت مسؤوليه مدير انت دونك عندك رؤيه تحب تمررها، الرؤيه هذيك تصطدم بعراقيل ربما ما كانتش قبل موجوده فهمتني، هذا قصدي معناتها الانفلات اللي صار معناتها كيفاش تواجه فيه انت بالنسبه لي انا نحكي مع انه ما راهو ما نقصدوش الساده ماهوش منفلتين برك الله عليهم بالنسبه لي انا نحكي على التجربه الشخصيه نعم نعم على تجربتي الشخصيه انا ما نمشي معني برشا ببقيه التجارب ولكن التجربه الشخصيه لله الحمد والشكر موجود تفاهم كبير وتعاون كبير مع الزملاء مع الطرف الاجتماعي اللي ناولده زاد كيف كيف موجود تفاهم وتعاون كبير نعم. وحتى تحطينا في وضعيات اللي هي فيها صارت احتكاك كبير بين في وضعيات معينة لتطبيق القانون ولإنفاذ القانون فإذا كان أنت ماكش جاي بخلفية خلفية متاع استهداف وخلفية متاع تعنت للإذاء والبحث عن الإذاء فما تلقى من الطرف الاجتماعي كان معناها الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على حديث انصر اخاك ظالما او مظلوم قيل له يا رسول الله انا انصره ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما كيف تنصره ظالما بان تكفه عن ظلمه نعم. اي نحن في لله الحمد والشكر في كثير من المواقع والمواضع الطرف الاجتماعي يجي معاك يرد. ويرد الناس هاي وهذه حقيقة نعم وهذه عشته وعشته كثير من المؤسسات ما فماش شك في هذا ولكن في موضوع يا اخويا زاد الطرف الاجتماعي راهو طرف يدافع على حقوق منظوريه وكي يدافع على حقوق منظوريه اللي يحكي لك عليه توا الاخ عبد الرزاق انا عندي زميلتي توا استاذ تاريخ وجغرافيا جا من قفصة رجلها زوجها معطل على العمل كيريا دار في منزل ميري من سبتمبر لحد الان هذه يا سيدي هي منتدبه بشكل رسمي من سبتمبر الى يوم الناس هذا ما ياخذش حتى فرانك هي هذه باش مش تكري دارها باش كذا باش واحد راهو الوضع يا وش هي الاسباب معناتها علاش هذا هو البيروقراطيه الريتوريتي الاداري المشكل الاداري هذا الاسقام للاسف يا سي طارق للاسف الاسقام الموجوده في هالمنظومه التربويه هي نفس الاسقام الموجوده في المجتمع هي نفس الاسقام الموجوده في المؤسسات الكل ولكن ريزون دو بليس كبير مش نحكي نحن حكينا على الاصلاح ولا نعم. معناها رؤيتنا للاصلاح الجزء من الاصلاح هو اللي قاعد تعمل فيه سيادتك المنابر شو اخويا المنابر الاعلاميه منابر الاعلاميه تخصص للتفاهات هاي باش شو نقول لك لسقط المتاع تناقش فيها خصصت حقيقة منابر إعلامية وأشيعت في المجتمع لإصلاح مواكبة إصلاح التعليمي ولطرح هالمسألة هذه المحورية في المجتمع لإصلاح المجتمع لأنه لا يمكن إصلاح المجتمع خارج إصلاح التعليم لا يمكن التفكير في إصلاح مجتمع خارج دايت الاقتصادي والصناعي والتجاري والسياحي والسياسي واللي تحب أنت ما يمكنش إصلاحه إلا عبر إصلاح المنظومة التعليمية اللي هي نقول لها منظومة منهكة منظومة مريضة ونا ضد أنه الثانوي يحمل المسؤولية الابتدائي والجامعي ما يحمل المسؤولية للثانوي وهكذا الدواء ليك نعم. نحن كلنا الناس كلها تحمل المسؤولية نعم. وأكبر من يتحمل المسؤولية هو المخطط اللي خطط المخطط اسم الفاعل نعم. اللي خطط اللي يرسم السياسات العامة اللي يرسم اللي جدول المفروض اللي هي سلطة الأشراف نعم. ما ثماش مشروع حقيقي الإصلاح التربوي ما ثماش رؤية حقيقية الإصلاح التربوي يتم تشريك المجتمع فيه في حوار مجتمعي كبير يخلي يأخذ الوقت اللي يأخذ عام وعامين نقاش في المجتمع عبر المنابر الإعلامية وعبر الحوار المباشر وعبر تشريك جميع الفاعلين وغيره نعم. وفي الأخر يخرج بورقات عمل واضحة نعم. للنهوض بهالمنظمة التربوية ونقول لك لو كان ثم رغبة حقيقية في المستوى سي عبد الرزاق ونايا ممكن حتى لمحت تنميح الفلوس هاي جزء الفلوس راي ما نجموش نقولوا راي الفلوس كل شيء لا مو انا زاد هنا انا هنا دخل معك سي حسين هل الدولة عندها الفلوس ومخبيتها معناها
هذا زاد مستوى اخر. نرجع له بعد تعسفنا شوي على مدام امين. نرجع له بما انك انت انترتون بالله كمدير. كمدير ثم نقطه حكي عليها سي عبد الرزاق انه نفس الدوله هي اللي تعطي الميزانيه للمؤسسه التربويه. نعم. نفس الدوله هي اللي الشركات تبعتها سوناد وستيك على الاقل مش للرام ومش مشي للشركات الخاصه. نعم. تزيد في اسوام سوناد وتزيد في اسوام ستيك وتزيد في وتعطيني نفس الميزانيه ولا اقل ولا الميزانيه اقل. نعم. معناها موقف تاع غير منتج انتم. لا مش كلامي راهو الكلمه دي تعرفوها معناها قيل فيكم انكم قطاع غير منتج. اذا مدام امينه لا تسحبتينا كوكب. اذا نرجع لك مدام امينه. دونك فما طرح في يوم الايام معناتها جابيه معناتها صديق الاذاعه معناتها وهو مش غريب معناتها كان حتى وزير التربيه السيد الدكتور ناجي جلول على اساس انه نقصوا شويه معناتها من مش نقصوا معناها نزيدوا ساعات الثقافيه المسرح الموسيقى واحد كل شيء. فاتهم بتمييع التعليم وكيفاش ننقص ساعه مات ونزيد ساعه دربوكا وكيفاش ننقص ساعه كذا وكذا. وقت اللي هو معناتها انت كي تشوف الصين وتشوف الدول المتقدمه وعد كل شيء فما اللي سيك الباذيكم معناتها الاقسام الاولى هي اقسام تكوينيه وليست معناتها حتى اللي زيكزامان فيها بقله. دونك شنو رؤيتك معناتها في الاتجاه هذا؟ والله الحقيقه قبل كل شيء نحييه استاذي ناجي جلول وفكرته هذيك من متتبعي ذات حياة فيهم. فكرته الحقيقة معناها أنا عجبتني برشا وياريت كما معناها عملناها خطب الحق تلامذتنا في حاجة للفضاء ترفيهي بناء شخصي باش يبني شخصيته. لو عمره ما يزيد تتبنى الشخصيه كان احفظ واقرا واعمل دفوار لا راهو شخصيه يلزم تكون متنوعه. التلميذ كي يجيك للليسي لازم يعرف اللي هو بشيخه كيما بشيخه مات بشيخه شويه تاريخ وجغرافيا بشيخه شويه مسرح. على ذكر المسرح احنا عملنا برشا تجارب معناها هاني مانيش في الاختصاص معناها في التفكير الاسلامي وعندي عامين تالي عملت نادي مسرح في الليسي نتاعي ونجح على الاخر. نعم. وعملنا عروض تحفونا باهيه معناها السنه زاد عندنا زميله في فرنسية زاد عملت مسرح وشاركت به حتى في اعتقد انه المعهد نتاعك مخذا الجائزه الاولى السنه هذه معناتها في المسرح هذيك معهد مازن مهيري احنا خذينا معهد نصر الله خذا جائزه اما زاد كان عمل مميز. نعم. يعني لهناش حبيت نقول اللي راهو التلميذ يبدع راهو مش يبدع كان في المات ولا يبدع في الفيزيك ولا يبدع في العربيه لا راهو يبدع وين هو كل انسان فينا عنده طاقه يحب يفرخها في حاجه معينه علاش نحرموه التلميذ. علاش وقت اللي الدكتور ناجي جلول قال معناها نحطوا شويه موسيقى وشويه مسرح علاش ضحكنا عليها الفكره. نعم. هي وقت اللي هي فكره بالحق معناها تبني. نعم. تبني شخصيه التلميذ وتفرهد التلميذ. شوف التلميذ انت كي تعطيه نشاط حتى في وانت في الدرس معناه يبدأ. شوف كي تقدم درسك انت بطريقه عاديه التلميذ يبدا تحسه هكا تحسها حاجه ممله. وكي تقدمها له بطريقه تنشيطيه يشيخ بها. نعم. ويقبلها معناها هذا يوريك اللي التلميذ راهو معناها يحب الحاجات هذيك ممارسه. علاش قلت له فيه روح الابداع نحن لهذا معناها الحقيقه يا ريت تطبق الحاجات. نعم. هذيك انا نتعامل انا نتفاعل معك مدام امينه نجيك شي حسين. انا فما تلميذ ولو انه في السادسة ابتدائي هو واحد كل شيء فاجأني بسؤال معناها حتى يمكن أكبر فلاسفة معناها معناها قال لي توا أنا يقريوا في على علي بن غذاهم وثورة 1800 واحد كل شيء ببراءة الطفل معناها ببراءة الطفل قال لي توا أنا علي بن غذاهم شي يهمني فيه الله يرحمه هو معناتها طبعا كل الاحترام لمناضلينا وكل شيء ولكن قال لي لو ارون نقول لك في الولايه اش قال لي معناتها قال لي طوب بالله انا سي علي بن غذيه مات عام انا اش دخلني فيه سامحني بالله خلينا نجاوبوا انا اختصاصي اكاديميين جبت عليك التاريخ حتى في الابتدائي ولا في الثانوي في شعب علمية مثلا نقولوا في الافاق ما عندهمش معناتها مش يقروا في الاختصاص هذا في البكالوريا داب ولا حاجه راهو هذا نحن كنا نحكوا على الشخصيه وتكوين الشخصيه راهو كي تقرا على مناظر في التاريخ هذاك يدخل في تكوين الشخصيه الشخصيه مش انا مش باش نوضح المساله للاخوه المستمعين للولاد
ليش بعد سمح لي عندي نقطة حبيت إن مسألة الضوارب. رحم والديك ذاك أول سؤال. أول سؤال مش الضوارب فقط مدام أمينة. أنا مش نعطيك الكلمة تفضل مش تتعلق لي على الضوارب وسي عبد الرزاق زاد أنت مش تعلق لي على الضوارب وزاد سي عبد الرزاق بالذات أنا نحب نسألك إيش معناها في 2022 وقيد هولي سؤال ذي إيش معناها في 2022 زمن الانتليجنس ارتيفيسيال والزمن معناها الماشين ليرنينج والناس ولات تشري في أراضي في القمر واحد كل شيء أنت تقري في ساعة إعلامية في الجمعة إيش معناها تقري في ساعة إعلامية في الجمعة What do you mean؟ أنا سألتلك بالانجلي مدام أمينة نرجع مسألة الضوارب معناها فمش حتى عادل بين المواد وبعد نقولوا شبيه تلميذ به في المادة ذيك ومش هو به في المادة ذيك وقت انت عاطيه مثلا كوبسيون كات في المات مثلا في المات ولا في معرفش فيزيك ولا وتعطيه كوبسيون آ ولا كوبسيون آي دمي في ماتير أخرى نعم. هو بطبيعة الحال مش باش يتبع من بين هذا الإعلامية ضرب واحد سعد رزاق الإعلامية ضرب واحد في الأقسام هي الإعلامية ضرب واحد في الإعلامية تحطها ضرب واحد في كما قلت أنت تو معناها في العصر في 2022 تحطها ضرب واحد فيش تحكي معناها يعني لهنا هو اللي يعديها على التليفون في الدار هو أنت عامله ساعة في الليسي هو التليفون هو أورديناتور معناها هو اللي يعديه على تليفونه في الدار اكثر من اللي تقريله فيه انت في اللي ماهيش دار كي نبخس الناس اشياءهم نعم حكينا على المسرح والانشطه الثقافيه ولا حكيت على نعم الوزير السابق سيد نجي جلول نعم انه موجود الانشطه الثقافيه ما ندريش كان اكيد راك تبعته يا حسين السي حسين السي حسين هي الوجود موجوده اي اي لا سامحني تو المسرح تو المسرح السي حسين خير المسرح مش يقتضي قام وجاهزه الرياضه والجيمناستيك مش يقتضي معناها الطبي وكذا اخي هو مش يجري في البطحه ما هو تو انت مش المشكله انك تحط الماده لا مش المشكله انك توفر لها لا لا مش الماده انا نحكي على النشاط نعم. والمنتج نايا مثلا سناء معناها شاركنا في الملتقى الجوي للمسرح المدرسي نعم. الملتقى الجوي زاد للموسيقى نعم. فهمني ثم نشاط حقيقي نعم. باش نعطيك معلومه تقريبا معناها في الملتقى الجهوي للمسرح اغلب المؤسسات اللي شاركوا باستثناء تقريبا ثلاث مؤسسات اغلب المؤسسات اللي شاركوا من المعتمديات مش من القروان المدينه نعم. يعني ثم نشاط حقيقي حتى في الـ في الـ في, الـ في الجهات نعم. وثم رغبه حقيقيه في اعطاء الصبغه التنشيطيه للمؤسسه التربويه يعني فيها اكل جالب الجاذب نعم. اللي يمكن يخلي التلميذ اكثر ارتباط بالمؤسسه التربويه وتخلي المؤسسه التربويه نفس مؤسسه اخرى في الجانب هذا بالذات اللي هو نهار الجمعه لا شيء ثم انشطه ثقافيه ثم غيره قاعده ترجع ورجعت ولله الحمد والشكر معناها وفي مستوى محترم نعم. المساله ماهيش في هو علمناهم الرقص ولا علمناهم هي هذا جزء المساله في المنظومه كامله انا قلت لك لا مش نجتزا في موسيقى ولا في ضارب هي الضوارب مشكله من المشاكل انت هو حاجه موضوعيه تجيني هنا في التعليم الاساسي ثلاث سنوات التعليم الاساسي ومن بعد مش يقروا عامين ترونكوما وغيره هو مازال ما توجهش للشعبه وتجي تعطيه الشعب هو مش يمشي من بعد شعبه ادبيه ولا شعبه علميه تجي تحط له ضرب الرياضيات ثلاثه ضرب الفرنسيه اربعه ضرب العربيه اربعه نعم هي وبقيت الشعب اللي هو ممكن يختص فيها من بعد مش يمشي من بعد نعم علاش مش يذوى علاش مش يقولك كيف اللغه الفرنسيه علاش اربع هاي هاي اختصاص فرنسية بالفعل هو هنا هذا سؤالي سي عبد الرزاق مساله الضوارب قبل الاختصاص فهمتني توا انت كي تمشي اختصاصك مات ولا تكنيك ولا اداب نفهمك باش تقوي في الاداب مثلا الضارب تاع الفرنسيه والانجليزيه والعربيه مثلا التاريخ الجغرافي كل شيء اما انت توا مازلت تقرا اساس علي شنو رايكم في مساله الضوارب هذه انا الحقيقه احتفظ معناتها برايي ولكن نحب رؤيتك انت فيما يخص مساله الضوارب هذه هي لما حال راي مساله الضوارب خويا طارق هي اللي عملت برشا مشاكل واحنا كي ظاهره الدروس الخصوصيه اللي جبتها انت بكري زاده نعم. عندها علاقه بالضوارب نعم. مشكله الانفورماتيك ضارب واحد وساعه في الجمعه زاده هذه مشكله فكلهم مرتبطين ببعضهم فالمقترح على الأقل من الإطارات التربوية والأساتذة قبل الاختصاص كما كنت تحكي هو التقريب من الضوارب
تعود الضوارب قريب لبعضها، مش هذاك ضارب أربعة ولا خمسة وهذاك ضارب نصف ولا ضارب واحد. نتفاعل معك. أنت لطفتها شوي وقلت معناها التقريب. أنا بالنسبة لي، أنا هو مجرد سؤال، شنو المشكل في أن والمات ضارب واحد والعربية ضارب واحد والفرنسية ضارب؟ شنو المشكل؟ شنو المشكل؟ هو من بعد كيمشي مات، كيمشي مات حطه له حتى ضارب خمسين، أما هو توا يقرأ أساسي، هو كلمة أساسي. إذن علاش المات ثلاثة ولا أربعة ولا هذا فيزيك ودرجون زعم هو ولا عالم من الابتدائي هو؟ هذا اي هذا المطلوب، هذا المطلوب هو توحيد الضوارب. نعم. بصفة مباشرة. نعم. وراو الفارق الكبير بين المواد هو الخلق مشكلة الدروس الخصوصية تو، خاطر التلامذة وين يقرأ لك تو؟ يقرأ لك في المادة اللي الضاربة بتاعها مرتفع. مرتفع. والأخرى يمكن حتى ما يحضر ليه الجنب. ينجم يحضر ليش ما يعملش، ويا مرات ما يعملش كراسة أصلا. نعم. المادة ذيك. نعم. وما يحضر لهاش. فال لهنا ظاهرة الدروس الخصوصية الحقيقة هي مرتبطة بالضوارب، ومرتبطة زادة بالمنظومة التربوية وبالبرامج بصفة عامة. رقبة ما كناش نقرأ في دروس خصوصية وكنا ننجح معناتها بمعدلات جيدة إلى آخره. توهك تشوف معناتها الدروس الخصوصية ليل ونهار وريفيزيون ومن أستاذ أستاذ، ومرات يمشي عند زوزة سادة يقرأ درس خصوصي عند زوزة سادة في نفس المادة إلى آخره، والإرهاق الكل هذا علاش راجع هذايا علاوة على اللهفة الحقيقة اللي سماها هنا بين ظفرين اللهفة من قبل بعض الأولياء معناتها، وحرصهم الكبير والمبالغ فيه باش يعني أبنائهم يجيبوا ويأخذوا معدلات باهية. زاد هذه الحقيقة ترجع لضعف يعني البرامج لعدم تلاؤمها مع التوقيت، يعطيك برامج طويلة والتوقيت ما يكونش يعني ملائم للبرامج هذه، يولي التلميذ مضطر باش يتجاوز هاك النقص هذه اللي في القسم، يولي يجيبوا يعرفها في الدروس الخصوصية. وزملاء اللي قبل خاصة الأيامات هذية في الدروس الخصوصية، وتحية ليهم وربي يعينهم، رغم ما همش فاضين على التلاذة باش يقروا دروس خصوصية، رغم كانوا تو البرامج وعدوا الامتحانات متاعهم، واللي قاعدين يقروا تو هما أكل اللي يحبوا يجيبوا معادلات بيه في المناظرات الوطنية في النافيان وفي البكالوريا، وهم أنا أصلا عندي زميلي البارح كلمته نحاول فيه باش يدخل عنده والدختي باش يقرأ عنده جيستيون. بالفعل أنا بالفعل أنا هني معناتها في الجامعة مانيش في السكندير، ومع ذلك معناتها يتصلوا بي قرين يا ودي ما نقريش يا حمبيك قرينا ما نقريش معناتها، فما شكون معناتها ساعات بجاء ربي يقري لي معناتها راني انا نحب ويقري لي يا ودي يرحم بيك راني انا ما نقريش. يعني سي طارق في الاخر انه زو يعني الولي يمشي يجابه على الاستاذ باش يقري له ولده، وبعد يدوروا من هكا معناتها يسبوا الاساتذه ويحبوا على الدروس يحبوا الى اخره. يا اخي رانا ما نحبوش على الدروس، نحنا ثم زملاء اللي يخدموا على ارواحهم بصفه قانونيه رائعينهم، لكن نحن اللي ضده أنه باش يجي زميل الأستاذ يفرض على تلميذ بطريقة أو بأخرى أنه يقرأ عنده درس. مشكور بارك الله فيك، تحية ليك من الأعماق على هالرسالة هذه اللي وجهت عبر أمواج إذاعة حياة فهم. بالله بجاه ربي أنا مش نعاود الكلام متاع سي عبد الرزاق، نعرف وراو ننزهوكم السادة الأساتذة الأجلاء الكرام، ولكن فما ممارسات فردية معناتها استثنائية انه معناتها ما يقراش عندي ليتيد نطيحوا في النوت. يرحم والديكم، راهو احنا في 2022 تجاوزنا هالممارسات هذيا وراهو ما نعمموهاش معناتها باش ما تغشوش علينا ما نعمموهاش. اذا الاجماع في الاخراج بالله خاش مازال عندي وقت بالصوابع اربع خمسه خمسه كما رفعتوا لي اثنين كل واحد خمسه معناها 10، دونك مازالوا لي خمسه دقائق نقسموهم دقيقتين دقيقتين او جاوب سته باهي دقيقتين دقيقتين. سي حسين بسرعه والله نحن بدينا نحكوا على الاصلاح التربوي ولكن ما فرصه اخرى مش نعملوا له برنامج اخر ان شاء الله ان شاء الله بحول الله. اما من بين المقترحات اللي راها مثلا في المناهج التربويه، اول حاجه تخفيف المحتويات مثلا، هذه تكون معنا حاجات سريعه. ثاني حاجه كما سالت انت على علي بغدام، احنا نسال حاجه اخرى، معناها مش تقريني على الساموراي في اليابان ولا تقريني على الثوره الفرنسيه ولا تقري لي كذا. صحيح معناها لازم الشخصيه تكون منفتحه على الحضارات العالميه على تاريخ العالم،
ولكن في نفس الوقت ثم مجالات أخرى وثم بحث أخرى أقرب الوجدان التلميذ وأكثر قدرة على قرية على مارسي كل يوم قرية على التكنولوجيا. باش نعطيك معطى زادة معناها سهل برشا في المستويات باهي نتاع كان قبل التعليم المهني في المستويات السابعة والثامنة والتاسعة حتى الرابعة نعم مع مقترح انه التلميذ تكون عنده مادة من المواد استاذ يشرف عليه داخل معناها تكون فيها فورماسيون خويا يعمل ستاج في العطل ويعمل تقرير رابور كامل يمشي يعمل ستاج في مهنة من المهن كانوا مع فلاح وكانوا مع نجار وكانوا مع خضار وكانوا مع غيره فيعمل شهر يعمل فيه تقرير نعم. والتقرير هذا يأخذ عليه نوت نعم. يشوف المشاكل في المهنة هذه شنو الحاجات الباهية فيها شنو الحاجات الخايبة فيها كيفاش السيد ذاك يمارس مهنته لتقريب معناها لان في مستوى التربيه نعم. لنربي التلميذ على انه عنصر فاعل وعنصر صالح معناها نربيه على المواطنه وحب على المواطنة. نعمل انديونس نتاع مواطنه خلي يحس بانتماء للوطن دونك الدقيقه نتاع الدقيقتين نتاعك وفيت صعب رزق شكرا هي مش نختم فقط بكلمتين نعم. الكلمه الاولى هي ونحن نحكوا على الاصلاح التربوي ونحكوا على الوضع التربوي بصفة عامة أنا فقط باش نذكر أن وزارتنا الموقرة وزارة التربية تنكرت للأساتذة في مجموعة من الاتفاقات إكلات بين ظفرين الأساتذة السنة في ترقياتهم إكلاتهم في مفعول مادي للترقية اللي هما ترقوا ولكن بعد فعليا معناتها ماديا لم يقع يعني تفعيل الترقية هذه وثم معناتها العديد من الزملاء مئات الزملاء اللي ماخذوش المفعول المادي لترقياتهم معناتها ما نكافئ به وما يكافئ به الأستاذ هو التنكر لحقوقه. النقطة الثانية نحب نواجه تحية لكل التلامذة المقبلين تو على امتحانات سواء كان الامتحانات العادية التأليفية أو الامتحانات الوطنية وإن شاء الله نتمنوا لهم كل النجاح وكل التوفيق إن شاء الله وتكون سنة معناتها تربوية مثمرة إن شاء الله. شكرا سي عبد الرزاق بارك الله فيك مدام أمين. أنا نحب نعاود نأكد على ضرورة إعادة النظر في باش يرجعونا مناظرة السيزيام والنفيام إذا كان بالحق نحبوا نبنوا معناها تلامذة معناها كيف ما نحبوا احنا ما نكتفوش كان ننقدهم أكاهو رجعوا لهم المناظرات هذوما هذوك معناها طريق باهي برشا أنهم تعاود تتصلح المنظومة. حاجة أخرى زين نأكد على الضوارب التعديل الضوارب بين المواد خاطر بالحق معناها مأساة. زيدا نحب نحيي تلامذة في كل شبر من تراب تونس ونتمنى لهم النجاح والتوفيق ونقول لهم راهو معناها صحتكم انتوما راهي بالدنيا وراهو بالنسبة لنا احنا انتوما هما الأصل انتوما اللي تبنوا الوطن. المعادلات راهو كتجيب 15 ولا تجيب 18 ولا تجيب 12 راهو كيف كيف وان شاء الله ربي يوفقهم الكل. نعم شكرا مدام أمينة. أنا نحب نوجه رسالة للأولياء نحب أن نفسر لهم الأولياء أنه راو التلميذ ولدك لما تحطه في الباب متاع المعهد راو بوه ولا مدير المعهد راو القيم اللي غاديك هو بوه يلزمنا نرجعك علاقة الثقة خاطر أنا نتعدى أمام المدارس نشوف الباب محلول والأولياء في الساحة الداخل أصلا إذن راو مش معقول راهو الاستاذ ما فماش انا اجزمه انه اما ما فماش استاذ يكره التلميذ نتاعو ولده مارسنا مهنه التدريس ومهما كنت غاضب ومهما كنت متغشش الا انك لما تقف امام التلامذه ما تنجمش تفرق بيناتهم نقصوا شويه من الحساسيه او حط لي ولدي في الكرسي التاني او حط لي ولدي في على اليمين او حط لي ولدي على اليسار هو عنده 25 ولا 30 كرسي تحبهم الكل يحطهم معناها في الكرسي الاول مال الكرسي الاخرين شكون باش يجلس عليها اذا نقصوا شويه من الحساسيه ونعطيه ثقة للمربين متاعنا لأنه ما فماش مجتمع أرقى من المدارس متاعه. إذن الشكر موصول سي عبد الرزاق الشامخي عضو الفرع الجامعي للتعليم الثانوي الكاتب العام سمعني سي عبد الرزاق كاتب العام للفرع بالله يسميه أنت التعليم الثانوي بالقيروان بالفعل. اذا شكرا سي حسين المغري معناتها مدير مدرسه الاعدادي بمنزميري شكرا اختي مدام امينه عضوه اللجان الاداريه المتناصفه وهي استاذ تفكير اسلامي الشكر ايضا موصول للامن ابو خيط وسيف
سهيل السالمي في الإخراج التقني. اليوم أنا اندمجت مع التعليم ومعنتها شوية. إذا مستمعينا الكرام إن شاء الله نكونوا ما قصرناش، أي واحد ربما فهمنا بالغلط نستسمحوه، سامحنا بالله رب ديما نيتنا طيبة. إلى لقاء آخر إن كتب لنا ذلك. شكرا. نبني الوطن من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي.